are given vectors v1 and v2 of problem 1-2 اللي هي المسألة اللي فاتت على طول. We'll determine the magnitude of the vector difference v dash اللي فات كانت v اللي هي v1 زائد v2 المرة دي v dash v2 ناقص v1 يعني كأنها v2 يعني ال v dash كأنها v2 زائد سالب v1 يعني ايه؟ مش ال v1 بقى ده، لا العكس. خليني اقيسه ومده نفس طوله 1 2 3 وشوية، ف1 2 3 وشوية لغاية هنا كده، ويبقى ده الماينس v1. طب اعمل ايه بعدين؟ ارسم موازي كده بنفس طوله اللي هو 1 2 3 3.7 مثلا كده اهو، حاجة كده. وبعدين من هنا هوصل ده موازي ليه كده. يبقى فين المحصلة؟ المحصلة من الدلين لالتقاء الراسين اللي هو كده، يبقى ده الفي داش. ده بيساوي كام؟ موازي ده 12، ده بيساوي كام؟ زي ده 10، قيمته 10، هو ده الاتجاه بتاعه اللي هو سالب فيه. طب عايزين بقى نعرف الزاوية دي، لو عرفناها يبقى عندنا المثلث واقدر اجيب في داش. احنا عارفين ان دي 60، وعارفين الزاوية دي حسبناها في المسألة اللي فاتت، تانها 3 على 4 36.9 اللي هي نفسها دي، اللي تقابل بالرأس ده مع ده. حلو، الزاوية دي كلها خلينا نسمينا مثلا دي ثيتا. الثيتا بتساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين دول اللي هي 60 زائد 36.9، دول 96، 97 بقى 83.1 كده. جبنا الزاوية ثيتا. طب الفي داش قلنا بفيثاغورث، لا مش بفيثاغورث بقى، عدد الكوساين اللي هو 10 تربيع زائد 12 تربيع ناقص 2 في الأول في الثاني كوساين الزاوية اللي بينهم اللي هي 83.1. هيطلع الجواب 10 تربيع 12 تربيع ناقص 2 في 10 ب20 في 12 برضو كوساين 83.1، وناخد الجذر التربيعي للأنصر طلع 14.67 يونتس. كده جبنا قيمة الفي داش الماجنتيود. طب والزاوية؟ عايزين نعرف الزاوية دي كلها كام، عشان لو عرفت دي أقدر أعرف الباقي من محور الأكس. طيب تعالوا نسمي دي كلها، الزاوية الحمراء دي نسميها بيتا. يبقى ساين بيتا على اللي الضلع المقابل يساوي ساين الزاوية اللي احنا عارفينها ثيتا على الضلع اللي احنا جبناه اللي هو 14.67. اذا البيتا بتساوي احنا نقول 12 على الانصر ضرب ساين 83.1 هيطلع الساين بيتا شيفت ساين، فطلعت 54.3. طيب دي 54.3 يبقى معناته الحتة هو دي 36.9، الباقي كام؟ واحنا عايزين الزاوية دي في الأصل، عايزين الزاوية دي اللي هي ثيتا اكس مع محور اكس. يبقى الثيتا اكس بتساوي ايه؟ 180 ناقص الحتة دي. الحتة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيتا ناقص 36.9. الحتة اللي باقية دي هي دي كلها بيتا ودي 36.9، يبقى الباقي ده قد ايه؟ بيتا ناقص 36، يبقى 180 ناقص البيتا اللي هي كانت الأنسر ناقص 36.9، يطلع الجواب 162 أو 163 درجة. ويبقى كده خلصنا
الجرافيكال سولوشن. يبقى العشرة رسمناها من الناحية دي عشرة عشان تبقى ماينس، الاتناشر توازي دي، قفلنا المثلث. الزاوية دي بالتبادل 36.9، الزاوية دي كلها 60، يبقى 60 و36 تبقى 96، الباقي 80. المثلث ده حليته، جبت الفي داش بالكوساين، وبعدين جبت البيتا بقانون الساين، طرحت البيتا ناقص 6.3 ادتني الحتة دي، طرحتها 180 ادتني الثيتا اكس. طيب بالنسبة للحل الالجبريك سولوشن بيقول لي احنا نجيب الفي داش اكس بتساوي ايه؟ مجموع القوى في اتجاه الاكس، عندي ده بالسالب وده بالسالب، سالب 10 في احنا الرأس عندنا 3 يبقى 3 على 5 ده الاكس، سالب كمان ده 12 كوساين 6 ده يديني الاكس. طب والفي داش واي؟ واحد موجب والتاني سالب، الموجب 12 ساين 60 لان الاكس كوساين يبقى ده ساين، ماينس العشرة في 3 على 5، طبعا هنا 4 على 5 الافقي 4 والرأس هو اللي 3. طيب يبقى تعالوا بقى نقول كده الاكس اللي هو ماينس 10 في 4 على 5 يطلع ماينس 8، وهنا ماينس 12 كوساين 60، طلع الجواب ماينس 14 يونتس. طب بالنسبة للواي 12 ساين 60 فوق وماينس 6 تحت، طلع الجواب 4.39 برضو يونتس. اذا الفي ناخد الجذر التربيعي للفي اكس سكوير زائد الفي واي سكوير، يعني اربع اللي قدامي ده واربع على 14 واخد الجذر التربيعي للانسر، طلع الجواب 14.67 زي ما احنا شايفين يونتس طبعا. وطبعا يبقى ده لازم يبقى نفس ده. فاضل لنا الزاوية، الزاوية عندنا هنا أسهل لأن سالب، يعني بنرسم سالب 14 وزائد 4 آدي الفي داش، الزاوية دي نحسبها ونطرحها من 180، يبقى ثيتا إكس بتساوي 180 ناقص شيفت تان، ما احطش بقى إشارات، الرأس على الأفق، الرأس 4.39 اللي هو الواي يعني على 14. تعال نشوف الجواب يطلع ازاي، 180 ناقص شيفت تان، الرأس 4.39 والأفقي 14، يطلع الجواب لازم يطلع زي ده زي ما احنا شايفين 163. يبقى الزاوية دي نفس الزاوية دي. يبقى طريقة الباراليلوجرام برسم موازيات للقوة، للقوتين اللي عندي يلتقوا في نقطة، أوصل من الدليل للرأسين، احل المثلث عندي ضلعين والزاويه اللي بينهم اجيبها، اجيب بالكوساين اجيب الفي داش، الفي داش على ساين الثيتا بتساوي 12 على ساين البيتا، جبت البيتا طرحت منها الزاويه دي، اتبقى الحته دي طرحتها 180. بالنسبه للالجبرايك سولوشن سهل، بجيب مجموع الاكسات مجموع الواد تحت الجذر وارسم واشوف المثلث الزاويه في انه ربع، لو كانت في الربع الاول يبقى نفسها، الربع الثاني اطرحها من 180، الثالث احسبها وزيد عليه 180، الرابع اطرحها من 360. Determine the angle theta. The 800 pound force be applied in order that the resultant R of the two forces has a magnitude of 2000 pound. وبعدين for this condition determine the angle beta between R and vertical. الأول إحنا عندنا 1400 و800، أدي 800 أهي مع 1400 vertical كده مع كده، يطلع resultant بالمنظر ده بينهم، وقيمته 2000 زي ما قال لي، وعايز الزاوية ثيتا اللي بينهم بحيث ان ده يبقى 2000. احنا عارفين ان الـ Rx
هتساوي 800 ساين ثيتا اللي انا مش عارف كده كوساين وكده ساين، مفيش في اتجاه الاكس غير كده. الار واي 1400 ومع 800 كوساين ثيتا، عايزين المحصلة R اللي هي الجذر التربيعي ل Rx مع Ry 1400 زائد 800 كوساين ثيتا، كل ده تربيع يساوي 1000، يساوي 2000. طبعا اذا الثيتا بالآلة هقول 2000، طبعا الآلة بتساعدني وتساعدكم، زمان ما كانش عندنا آلة، ساين اكس كل الكلام ده تربيع زائد 1400 زائد 800 كوساين اكس كل ده تربيع، نقول شيفت سولف يساوي طلعت الزاوية 51.3 degree، يبقى الزاوية دي 51.3. بيقول لي عايز بيتا اللي هي بين الفيرتيكال ده ال 1400 نفس ده وبين الار، الزاوية دي عرفناها نسمي دي فاي 180 ناقص ثيتا، والاتنين دول مجموعهم 180، اي خطين متوازيين بينهم الزوايا مجموعها 180، يعني 180 ناقص الانسر دي 128.7. اقدر استخدم قانون الساين، اقول ساين بيتا اللي انا عايزها على المقابل بتاعها اللي هو 800 يساوي ساين فاي اللي انا عارفها على المقابل بتاعها اللي هو 2000، اذا البيتا هتساوي طبعا دي كلها 51، تطلع اقل منها، تطلع مثلا 20 حاجة كده، يعني 800 على 2000 ضرب ساين 128 الانسر، خلينا نقول من شوية واقول شيفت ساين اداني 18.2. For the forces F1 and F2 shown, find the resultant graphically. يبقى عايزين نجيب الماجنتيود of the resultant force R، وعايزين نجيب الانجل with X and Y axis، وعايزين نجيب R in terms of I and J. عندنا force بالمنظر ده اللي هي F1 25 نيوتن وزاويته 20 درجة معروفة، كمان هنا في 40 نيوتن وزاويتها مع محور الأفق، خلينا نحسبها، نسمي دي ثيتا، شيفت تان 3/4، شيفت تان 0.75، 36.9، دي كلها ودي 90 ودي 25، لو سمينا دي فاي اذا فاي بتساوي 180 ناقص الحتة دي كلها، ما هو دي مع فاي 180، 90 مع 20 مع ثيتا، يعني 90 او نقول 70 ناقص ثيتا 33.1. يبقى عرفنا الزاوية دي، عرفنا الضلع ده، وده 25، وهنا الار، فتعملين نرسم، فده جرافيكالي الار بتساوي ايه؟
الكوساين لو اللي هو 25 تربيع مع 40 تربيع ناقص 2 في 25 في 40 كوساين فاي يساوي جذر التربيع 25 تربيع 40 تربيع 2 في 25 في 40 في كوساين 33.1 يساوي 23.44 نيوتن. احنا كنا حلينا اناليتيكالي طلع معانا 23.46، نفس الشيء تقريبا مش بعيد. جبنا الار خلاص، محتاج ده البارت ايه. في البارت بي عايز اكس وواي، نحلل في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. الزاوية دي عايزين نعرفها، فلازم اعرف الزاوية دي. الزاوية دي نسميها مثلا الفا، نقول ساين الفا قانون ساين لو على 25 يساوي ساين فاي على الار. اذا الالفا هتساوي ساين 33.1 تقسيم الار اللي من شوية ضرب 25 شيفت ساين 35.6. الباقي بقى اللي هو من هنا هي كانت 36.9. اذا لو سميت الحتة دي الزاوية دي، احنا سمينا دي الفا، نسمي دي بيتا مثلا. اذا البيتا هتساوي 36.9 ماينس الانسر 1.28 درجة، اللي هي كانت طالعة معانا هنا 1.25 لتحت نفس الشيء. اذا البي اكس الار اكس تساوي ار كوساين بيتا، والار واي بتساوي لتحت فماينس ار ساين بيتا. معنى كده الار اللي هي 23.44 كوساين بيتا اللي هي 23.43، وهنا بدل كوساين هتبقى ساين ماينس 0.524 نيوتن. اخر حاجة نكتبها كاي وجي، فنكتب الار يساوي 23.43 اي ماينس جي نيوتن. احنا كنا حاسبينها اناليتيكالي نفس الشيء، 23.4 اي ماينس 0.51 جي. يبقى البارت سي نجيبها ان يونت فيكتور فورم. هنا كنا بس جايبين سكيلرز قيم، وهنا جبنا المحصلة، وكله بقوانين الساين والكوساين. For the forces F1 and F2, find the following graphically. Part 1, the magnitude of the resultant force R. احنا عندنا قوة 1668 نيوتن، وقوة تانية 1112. رسمت دي الأول، وبعدين خدت موازي ده 1112 نيوتن. طبعا ممكن نفس الشيء هنا كده ونرسم موازي ده يديني ريزلتنت. هنا الباراليلوجرام تقدر تدرس فيه أي مثلث فيهم. يبقى ده الآر. الزوايا عندنا دي 30، يبقى دي 60، يبقى دي كلها على بعض 105
يبقى دي 75، دي 75 درجة. مرة تاني، الاتنين دول مجموعهم 105 اللي هم من دول، يبقى دي 105، دي 105، الاتنين دول مجموعهم 180، يبقى كل واحدة 75 كيلو. كده أقدر أجيب الـ R باستخدام الكوساين اللي هو عندي ضلعين وزاوية بينهم. بارت 1 الـ R هتساوي الجذر التربيعي للواحد ستتين تمانية تربيع، تلات واحد اتنين تربيع، اتنين في واحد ستتين تمانية، تلات واحد اتنين كوساين 75. يبقى الجذر التربيعي واحد ستتين تمانية، تلات واحد اتنين ناقص اتنين في القوة الأولى في الثانية كوساين الزاوية اللي بينهم، تطلع 1749 نيوتن. ده البارت ايه او الاول. البارت الثاني بيقول لي the resultant force angle with x and y. طبعا الفرصة اهي تبقى الزاوية دي ثيتا اللي هي دي، عندنا الار. لو عرفت اجيب الزاوية دي، الحتة دي 60، هسمي دي الفا. لا مش دي، احنا بنحل المثلث ده، هسمي هي دي اللي الفا مثلا. لو جبتها اطرحها من 45، فأقول ساين ألفا اللي احنا عايزينها على واحد واحد اتنين تلات واحد اتنين يساوي ساين 75 على الأر. يبقى ساين 75 تقسيم الأر ضرب تلات واحد اتنين شيفت ساين، اداني شيفت ساين مش ساين، شيفت ساين 37.9. اذا الثيتا تساوي نطرحها من 45 7.1، يبقى الزاوية دي 7.1 في الاتجاه اللي هو مع عقارب الساعة. في البارت 3 عايز the projections of R on X and Y axis، يعني اسقط ال R مرة على ال X ومرة على ال Y كده اللي هو الحتة دي، يبقى ده FX او RX RY. ده في ثورس على طول، ال RX هتساوي R كوساين الثيتا، ال RY R ساين الثيتا. 1749 كوساين 7.8 بوينت تسعة ولا بوينت وان. 1735 أو 36 نيوتن، وهنا لتحت أحط ماينس والقيمة هتبقى بدل كوساين ساين ماينس 216 نيوتن، ماينس عشان لها عشان لها لتحت كده كده بوزيتيف وكده نيجاتيف. بعدين ده بروجيكشنز اون تو اوبليك اكسس اي ام بي وذ اي ميكس ان انجل 20 ديجري وذ اكس اكسس اللي هي الزاويه دي، والبي ميكس 50 ديجري وذ اكس اكسس اللي هي الزاويه دي، وده 20 اللي هو الاي و50 اللي هو البي، بينهم 30 درجه. ادي المحصله بتاعتي ار، وعندنا الاي اهو، يبقى الاف اي دي وبعدين رسمت من هنا اف اي، ورسمت من نهايه البي من نهايه الار اف بي بحيث يلتقوا في نقطه، يبقى عندي مثلث. يبقى ده الاف اي والاف بي
اف ايه مع اف بي يديني الار، اقدر احل المثلث ده. هقول كده اف ايه تقسيم ساين الزاوية اللي تقابله، هنحسبها اف بي تقسيم الزاوية دي اللي هي 27.1 20 مع ثيتا، هيساوي الار ساين الار تقابلها الزاوية دي اللي هي دي 20 ودي 50، يبقى دي 30. 30 بالتبادل هنا يبقى ساين 30. هنا عبارة عن 180 ناقص الزاويتين دول اللي هي 57.1 يعني 122.9. إذن ال FA وال FB، ال FA هتكون ساين الزاوية دي طبعا، هنا ساين على ساين 27.1 ضرب، لا ناخدها مع الار لان الار معروفة، الار 1749 يبقى 1749 تقسيم ساين 30 ضرب ساين 122.9. الاف ايه 2937، ونفس الكلام بس المرة دي ساين 27.1، لا هنا 30 وهنا ساين 27.1، تطلع 1593. يبقى قسمت 1749 على ساين 30، مرة ضربتها في الساين 122.2 اداني الاف ايه، مرة ضربتها في ساين 27.1 اداني الاف بي زي ما احنا شايفين.